أهلا بكم معنا من جديد أصدقاء المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان. يسعدنا هذا المساء أن نرحب بسعادة القس سامر عازر. يسعد مساك سعادتك. الله يسعد مساكي وتديم البركة دائما والاستقرار والمحبة بين الجميع يا ستي. أهلا وسهلا بك معنا يعني سعادة القس سامر عازر، وأنت يعني الحاضر دائما على كل قضايا الوطن، الوطن بحد ذاته الذي يحمل القيمة والمعنى والهدف السامي في كل كتابات سعادة القس سامر عازر، وهذا ما لاحظناه من سلسلة الكتب المعنونة بنبضات قلب ونبرات لسان بأجزائه الثلاثة لسعادتك القس سامر. نعم يا سيدتي الكريمة، وشكرا لهاي المقابلة الطيبة لإلقاء الضوء على هذا الكتاب الجديد بعنوان نبضات قلب ونبرات لسان بأجزائه الثلاثة، والذي صدر حديثا عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع بإدارة السيد وائل عبد ربه. نعم. أنا مسرور جدا بهذا الإصدار الجديد. نعم. الذي يتفاعل مع قضايا الحياة، ولا سيما يدين النظر والأهمية والاهتمام لوطننا الأردن الغالي. لما للوطن من قيمة معنوية وحياتية كبيرة في قلب كل أردني يعتز ويفتخر ببلده وبانتمائه لثرى هذا البلد، لأن الإنسان بدون وطن هو عريان. نعم. الوطن بالنسبة لنا هو له قيمة كبيرة جدا، ومن بلدنا ننطلق بكل قيم المحبة والجمال والوئام والتسامح والأخوة. نعم سعادة القس سامر عازر، يعني وأنا أتصفح هذه الأجزاء الثلاثة من سلسلة كتبك المعنونة بنبضات قلب ونبرات لسان، تحدثت عن العديد العديد من القضايا المهمة، من الوطن، من الإخاء، من الوئام، من العيش المشترك، من المواطنة، من النزاهة والشفافية. كان هناك حضور، متابعة يومية لما يجري أحداث وفعاليات، مبادرات، أفكار نيرة، هناك يعني حتى في بعض الخواطر التي تقودنا إلى العالم الذي نحب، العالم المتسامح المسالم الذي تسوده دائما وأبدا المحبة والطمأنينة. نعم سيدتي الكريمة، شكرا لهذه الملاحظة الدقيقة. أنا أعتبر أن الإنسان يجب أن يكون له بصمة خاصة في حياته، وعليه أن يكون على اشتباك مباشر مع قضايا الحياة، هذه القضايا التي تهم الناس وتهم بناء فكرهم الروحي والاجتماعي والثقافي والإنساني والفكري. نعم. والوطني. نعم. نعم أنا متابع يومي نهم لكثير من القضايا، وأحاول من خلال كتاباتي أن تتفاعل هذه القضايا مع فكري، مع قلبي، مع عقلي، مع روحي. وكما نعرف بأن الكتابة هي فيها نوع من الاجتهاد، فيها نوع من الصعوبة، لكنها بالمحصلة يجب أن يكون لها هدف ثامن، وهي أن ترتقي بالنفس الإنسانية، أن ترتقي بالناس لما يفتح أمامها أبواب الرجاء والأمل. فدور الكاتب والمفكر ليس عبثيا، إنما محاولة أن يوصل رسالة دائما للناس تشحذ هممهم، تقودهم نحو العمل المجتهد والمثابر، لأن الأوطان لا تبنى بمجرد الأفكار. أكيد. الفكرة هي أساسية، لكن مع الفكرة يجب أن يكون هناك الهمة والنشاط والمثابرة. نعم، والأهم من ذلك أن نجد هذه اليد التي تكتب، وهذا القلب الذي يعبر، وهذا الذهن الصافي سعادة القس سامر عازر، لأن ينقل لنا هذه الأحداث وهذه المتابعة للقضايا اليومية التي يعيشها أفراد الوطن، الوطن الصغير والوطن الكبير بنفس الوقت. نعم يعني وأنت تتحلى بهذا القلم وهذا الحرف الجميل
بحيث تنقل لنا هذه الأحداث وكأنك تتكلم وتصيغها بلسان حالنا. صدقيني أنني بالبداية لم أحب أو الكتابة بالنسبة لي لم تكن تحتل المكانة الأولى. كنت أحب وما زلت أحب القراءة، لكن ربما التحديات بقول صاحب الجلالة الله يحفظه دائما يجب أن تخلق في حياتنا فرص. فربما أكثر بدأت بالكتابة من زمن الكورونا من أذار 2020، وهذه بفكر بادرة طيبة دائما على أن نبحث أيضا في وطننا وفي حياتنا على الفرص رغم التحديات. ما في إنسان بخلى من التحديات، إن كان في الأردن، إن كان في العالم العربي، وإن كان في أي بقعة في العالم، لكن نحن لا نقف عند أي تحدي. مسكت بالقلم واليد ترتجف أحيانا عندما تمسك القلم، لأن القلم يكتب كلمة، والكلمة هي سلاح، والسلاح هذا يجب أن يسهم في البناء لا في الهدم. نحن نعرف أن المنابر أيا كان منها، المنابر السياسية أم المنابر الاجتماعية أم الثقافية وحتى الدينية، هي تمتلك قوة الكلمة. الآن نحن في صراع مع العالم بقوة الكلمة، صحيح، لنقول كلمة الحق، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المعايير المزدوجة، قضايا حقوق الإنسان، قضايا المواثيق الدولية وشتى الأمور. فللكلمة أهمية كبرى، وأعتقد أنه في مجتمعاتنا هناك الكثير من المفكرين والكتاب الذين يمتلكون هذه القدرة وهذه الموهبة الإلهية، وهم صناع فكر يجب أن نركز عليهم دائما. طبعا يمكن لما نتحدث مع سعادة القس سامر عازر، وأنت كنت راعيا وقصيصا لفترة طويلة من الزمن، وهذا الحضور مع يعني أبنائك وبناتك من خلال الوعظ ومن خلال الخطب الدينية، وهذا التلاقح من التجارب المشتركة التي تفضي دائما إلى هذه المساحات التي تقودنا إلى الأمان، إلى السلام، إلى الوئام، المحبة، إلى المؤاخاة، إلى التكافل، إضافة إلى دائما لقاءاتك الثقافية من خلال تأسيسك لصالون ثقافي أو لقاء ثقافي كل مساء أربعاء. هذا الحضور وهذا التلاقح لهذه الأفكار مع مثقفين، مع إعلاميين، أعتقد يعني ساهم كثيرا بإيجاد هذه الموهبة وإظهارها لنا من خلال هذه المقالات، وتأكيدا يعني من خلال إظهار هذه الأجزاء الثلاثة من نبضات قلب ونبرات لسان. نعم سيدتي، أشكرك للتعريج على خلفيتي قليلا. أنا خدمت الكنيسة في الأردن وما زلت أخدمها وأخدم المجتمع بشكل عام على مدار ربع قرن من الزمان. لا شك أن الفكر الديني النير المزروع في قلبي وفي فكري له بصمة كبيرة في التأثير على طبيعة تفكيري، لأنه نعرف أن للأديان وللأفكار الروحية المتأصلة في داخل الفكر الديني أهمية كبيرة جدا في التأثير على سلوك الناس، نعم، وعلى نمطية تعاملها مع بعضها البعض. فخبرتي على مدار ربع قرن من الزمان في المجال الروحي بالدرجة الأولى ساعدني على أن أبني شخصيتي، وأولا أن أكون صادقا مع نفسي حتى أقدر أن أكون صادقا مع أبناء مجتمعي المسلمين والمسيحيين. نعم. نحن نتكلم عن الأردن، نعم، وما يميز الأردن أن جميع الأردنيين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين يستحقون منا دائما أن يسمعوا ما يجمع. وكما قدم في الكتاب الثاني معالي المهندس سمير الحباشنة أبو الفهد قائلا: سامر عازر شخصية جامعية. صحيح. وهذا مصطلح كركي بالدرجة الأولى، نعم، بمعنى يقصد أن يجمع الناس، يجمعهم على الخير، يجمعهم على البر، يجمعهم على العمل المشترك. ثانيا دعني أعترف لك بأنني عندما يعني قرأت هذه الأجزاء الثلاثة هذا ما وجدته، فهو قد يعني أبدع وذكر الكلمة التي تتحدث عنك ووصفك بدقة
يعني معالي سمير الحباشني بأنك رجل وشخصية جمعية. نعم يا ستي، أشكر وأشكر كل أيضا من قدم لهذه الكتب الثلاثة، وهم نخبة من الكتاب والمفكرين الأردنيين. وأيضا أعود للنقطة الثانية، بخلاف أو بالإضافة لكوني راعيا للكنيسة في الأردن، أيضا ساهمت في العمل الثقافي بتأسيس المركز المجتمعي المسكوني الخيمة منذ العام 2007، والذي استضاف في رحابه نخبة مميزة من الأردنيين في شتى المناصب والمراكز الفكرية والثقافية والسياسية. نعم. وقمت أيضا على تأسيس صالون الأربعاء الثقافي. نعم. وأسميناه حاليا صالون الفكر والثقافي. وربما أيضا الانخراط في هذا العمل الثقافي الأوسع، يعني أكبر أو خلينا أقول أوسع من حدود العمل الكنسي والروحي، صدقيني يعطي الإنسان بعدا هاما جدا في صقل فكره وفي طريقة كلامه ورسالته التي يؤديها، فيختبر أن الحياة تتكامل مع بعضها البعض. نحن الإنسان هو كائن بروح وجسد، بروح وجسد وحياة. نعم. يحتاج لحياة أن تتكامل بكامل مفهومها، فلا يمكن للحياة الروحية أو الدينية أن تكون بمعزل عن الحياة المجتمعية، عن الحياة الفكرية، عن الحياة الثقافية، وأيضا عن المفاهيم السياسية التي تهم الناس من حيث الأداء السليم، المشاركة والانتماء والولاء. سيدتي، نعم، سعادة القسامر عازر، يعني تحدثت في سلسلة هذه الكتب نبضات قلب ونبرات لسان عن العديد من القضايا، قضايا الوطن، قضايا المياه، المسؤولية المجتمعية، حتى السياحة الدينية، حتى ظاهرة العنف المجتمعي. وكنت قد بدأت يمكن هذه السلسلة من أيام الكورونا، وتحدثت عن كثير من الصور التي مررنا بها من خلال الحجر الصحي، وكيف يمكن أن نتعامل خلال فترة الكورونا وما بعد، يعني ما بعد كورونا. لكن دعني أركز قليلاً، حضرتك سعادتك يعني مواليد القدس. نعم. والقدس حاضرة حتى في كتابك. نعم. حاضرة في وجدانك، حاضرة في كيانك، حاضرة في كتاباتك. ويعني سنعلق يعني بعد قليل من خلال الحديث عن هذه العلاقة ما بينك وبين مدينة القدس وفلسطين وما يجري الآن هناك من جراء الحرب الإسرائيلية وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. الحضور الوطني لدى سعادة القسامر عازر، وسنعرج على آخر مقالة. نعم. كتبتها في هذا المجال. كما أنني أفتخر أنني عماني بامتياز، أيضا أفتخر أنني مقدسي بامتياز. فللقدس كما في عين كل أردني وكل فلسطيني وكل إنسان شريف، وفي عين الهاشميين بالتحديد، لها مكانة خاصة ومميزة. ربما كمسقط رأسي وقضاء فترة من الزمن في القدس ساعدني في أن أفهم عمق ومفهوم الرسالات السماوية. يعني عندما تعيش لفترة في أزقة القدس القديمة وتعيش على أصوات مآذن الجوامع وأجراس الكنائس، وتختبر الحياة المشرقية العربية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وفي القدس بالتحديد، تشعر بمعنى أهمية هذا القدس ودورها المحوري في بناء روابط المحبة والوئام الديني والأخوة الإسلامية المسيحية، التي أيضا نختبرها هنا في عمان وفي الأردن بفضل قيادتنا الهاشمية المباركة. نعم. وبفضل التاريخ والعلاقات الإسلامية المشتركة التي ورثناها أبا عن جد.
طبعا يعني القدس هي يعني نعتبرها دائما وأبدا هي قضيتنا المحورية، كما يؤكد عليها دائما جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وفلسطين هي بوصلتنا دائما وأبدا. نقف على تماس واحد، على طريق واحد، هدف واحد، وروح واحدة، يعني نعيش معهم في كل اللحظات، وما يجري هناك يعني نعيشه لحظة بلحظة، ثانية بثانية، يعني وكلنا أمل أن تنتهي هذه الحرب وأن تعود فلسطين إلى حضننا العربي الدافئ بإذن الله تعالى. من خلال يعني كتاباتك ومقالاتك التي تتحدث عن الوطن، تحديدا عن القدس، تحديدا عن ما يجري في غزة الآن، وهذه الأخلاقيات التي نلاحظ فيها الإزدواجية في المعايير، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبد الله وكل عربي حر عروبي قومي، يؤكد على هذه الإزدواجية في المعايير لما يجري هناك على أرض غزة. نعم سيدتي، ربما في كتابي الجديد الذي قد أعنونه بالجزء الرابع كتبت وما زلت أكتب العديد من المقالات التي تختص بالوضع الحالي، وجزء كبير منها يتعلق بالحرب على غزة والوضع المأساوي الذي نشهده الآن وأهمية حل القضية الفلسطينية على بمنهج سياسي. يعني لا يمكن أن تحل هذه القضية لا بمنهج أمني ولا بمنهج عسكري، وإنما بمنحى سياسي، وهو الدور الكبير الذي يلعبه صاحب الجلالة الهاشمية والدولة الأردنية بالتأكيد على أنه مع المساعدات الإنسانية التي تقدم حاليا لأهلنا في غزة، نعم، وضرورة فتح المنافذ والمعابر وإيصال كافة الخدمات وإيقاف الحرب فورا، هناك التأكيد من جانب آخر على الحل السياسي. المشكلة تكمن في الاحتلال، وهذه هي القضية الأساسية والجوهرية، وهنا مربط الفرس، فلا بد لهذا الاحتلال أن ينكسر، ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية بحسب بحل الدولتين حسب المبادرة العربية والاتفاقات الدولية، والقدس تبقى مصونة وعاصمة لهذه الدولة، والمقدسات أن تبقى دائما وأبدا تحت الرعاية الملكية الهاشمية الإسلامية التي تعزز مبدأ الوئام والأخوة والتسامح، وهي رسالة أيضا نراها هنا في الأردن تتجسد، خصوصا وقد ذكرت سعادتك ستمنى عن مفهوم السياحة الدينية، وبالأكثر حول مفهوم المخطط اللي هو موقع عماد السيد المسيح، صحيح، وهو أهم موقع مسيحي ديني هنا في الأردن، ويعتبر من الأماكن المهمة المسيحية العالمية بعد كنيسة القيامة في القدس، نعم، وكنيسة المهد في بيت لحم والبشارة في الناصرة. هنا موقع المعمودية، والسيد المسيح له المكانة المرموقة إن كان في الإنجيل أو في القرآن، وذكر في القرآن الكريم أيضا 35 مرة. فعندما نتكلم عن المخطط وعن يحيى بن زكريا، عن يوحنا المعمدان وعماد السيد المسيح، نحن نتكلم عن مكان ديني بامتياز يحمل رسائل محبة ووئام للعالم أجمع. فها هو أكيد البلد الذي يرعاه ملك هاشمي مقتدر يعمل على تعزيز الوجود العربي المسيحي، يعمل على بناء الكنائس في الوقت الذي نرى فيه الكنائس قد دمرت وهدمت عن بكرة أبيها على يد الأيدي الداعشية هناك في العراق وسوريا، وأيضا ما نراه من تحطيم ودمار أيضا كما طال المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية والبنية التحتية، قد طال أيضا الكنائس كما لاحظنا هناك في الكنيسة أو في المركز المعمداني، نعم، الأسقفي سابقا، والكنيسة هناك والكنائس المجاورة. فالأردن بوصلته فلسطين كما قال صاحب الجلالة، والقدس درتها.
أكيد القدس درتها ودائما فلسطين هي بوصلتنا. قبل أن أنهي هذا اللقاء معك سعادة القس سامر عازر، يعني دعنا نتحدث في آخر مقالة كتبتها يمكن، وهي مشتركة بما جاء في هذه الأجزاء الثلاثة من كتبك المعنونة نبضات قلب ونبرات لسان، لأنها يعني شعرت أنها ممتدة وكأنها سلسلة. تحدثت عن ما يجري هناك في غزة وفي فلسطين، وكتبت يعني دعني أقتبس ما هو مطلوب منا اليوم، وكتبت هو الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة والتضامن مع أهلنا في غزة والتخلي عن المظاهر الخارجية متمسكين بالجوهر وبعيدين عن النمط الاستهلاكي. نعم سيدتي الكريمة، هذا الإيحاء أيضا عندما أكتب أنا أستوحي من خبرات حياتية، من فكر ورثته، وأيضا من أمور نختبرها مجددا. يعني أنا ممتن لسيادة المطران خريستوفوروس مطران كنيسة الأرثوذكسية في الأردن عندما خاطبنا من خلال شاشة رؤية قبل فترة بسيطة، وقال أنه خصوصا ونحن نقترب على أجواء عيد الميلاد المجيد وهناك الكثير من المظاهر الاحتفالية التي ترافق هذا العيد المبارك، نعم، ميلاد السيد المسيح في بيت لحم، لكن العيد ليس بمظاهره، قد نتخلى عن المظهر متمسكين بالجوهر. فكيف نحن نفرح وأبناؤنا وأهلنا وأطفالنا ونساؤنا في غزة هناك يقتلون ويسحقون وتمزق أجسادهم وتقطع إربا إربا؟ فالعيد هو مدعاة لأن نعود لقيمنا الروحية والإنسانية. ليس المهم أن أحتفل بمظاهر خارجية، هي جميلة في الأوقات الطبيعية، نعم، لكن في أوقات مثل هذه الأوقات، أوقات الحرب والدمار، ربما علينا أن نعلم أولادنا أن الدين إن كان الدين الإسلامي أو المسيحي أو غيره هي تدعو لقيم جوهرية. أحيانا تستطيع أن تتخلى عن مظاهر خارجية لأن الجوهر هو الأهم، والأهم في هذا الجوهر هو الإنسان، الإنسان الذي يستحق أن يعيش بكرامة، نعم، الإنسان الذي يستحق أن يعيش على أرضه العربية بكرامته بعزته بنخوته. ونحن هنا في الأردن نرى هذا التضامن وهذا التماسك في الشارع الأردني، ونرى وحدة الخطاب الرسمي والشعبي الذي يرفع كلمة واحدة ويقول كفى لهذا العدوان ولا بد من حل عادل للقضية الفلسطينية. نعم الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. أشكرك لتركيزك، نعم، على هذه الجملة، نعم، لأنه بدأنا نلحظ في الفترة في الآونة الأخيرة خصوصا مع هذه الحرب الدائرة على غزة أن هناك بعض الأصوات التي ربما تريد أن تزرع فتنة داخلية هنا في الأردن، نعم، لإضعاف صوت الأردن، وصوت الأردن هو صوت الحق الذي يؤثر وأثر في الكثير من الدول العالمية ومراكز صنع القرار بإبراز السردية العربية أيضا، ليس فقط السردية الإسرائيلية كما تنقل للعالم، بل هناك، نعم، أيضا سردية أخرى تبرز الجانب الحقوقي، جانب والصورة العدالة الحقيقية والرواية الحقيقية وأقول هنا من أقرب لفلسطين من الأردن؟ فهذه الوحدة الأردنية الفلسطينية والوحدة المسيحية الإسلامية نراها تتجسد بكل معاني الإنسانية والأخوة هنا في الأردن. نعم نعم صحيح، ويعني دائما وأبدا نسترشد بكل هذه المعاني الطيبة من الحب والمؤاخاة وهذا العيش الذي يعني يمكن الأردن الوحيد الذي يتصف بهذا العيش المشترك ما بين الأخوة المسلمين والمسيحيين، لأنهم هم من النسيج الاجتماعي الحقيقي لهذا البلد وساهموا في بنائه، ويعني دائما وأبدا نحن سواء في هذه الأرض، الأرض الأردنية التي نعتز. أنا بدي أشكرك سعادة القس سامر عازر، وكنت معنا في هنا عمان وهذا الحديث الطيب من حضرتك، شكرا لك. نعم سيدتي، وأخيرا أقول نحن في الأردن ليس هناك مسلم أو مسيحي، كلنا أردنيون. أهلا وسهلا بك، هلا. شكرا لك.